بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المفعول. اسم مفعول. اسم المفعول اسم مصوغ لما وقع عليه الفعل. اسم مفعول إش حركات أنين استجا واقع بولجان نرسة أجن يسالجان اسم در. فعل ديجان سوزة إش حركات دب ترجمة قلدم. اعتبار بير ديجان. ويصاغ على وزن مفعول إن كان الفعل ثلاثيا كمنصور ومفتوح. مفعول وزن دا يسالادة أجر فعل أج حرف لي بوسا. منصور يردن بيرليان مفتوح أجق ديجان. وإن كان غير ثلاثي يصاغ على وزن اسم فاعله مع فتح ما قبل الآخر. أجر ثلاثي دا باش قاس بوسا حاضر بز اوتيادكن مزيد بابا بولادگن بوسا وزن اسم فاعل وزن دا يسالادة فقط آخردن آلدنگس فتحالي قلناد. مدحرجون اسم فاعل مدحرجون ايده اسم مفعول دا مدحرجون قويلاد فتح قلب. مكرمون ايده مكرمون معظمون مستخرجون كاب بيت فتحانا آخردن آلدن فتح قويدك. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازمين. لازم في اللردان اسم مفعول يسال ميده إلا مع الظرف أو الجار والمجرور. أجر ما بعد اسم مفعول يسش كتغرك بقالة جنبوسة ظرف بلن يوكي جار مجرور بلن يسالاد. فلا يقال هو مجتمع ومنطلق. هو مجتمع منطلق دب أيتب بول ميده بطغري مز. إنما يقال أجر أيت الذين بسيم مجتمع أمامه دب ظرف قش بأيتسك بولاد. أنين ألد ده مثلا جملن جن منطلق به قلب جر مجرور بلان اسم مفعول أيتسا بولاد.